إذا للحديث عن تطورات الأزمة في السودان في ظل مطالبات إقليمية ودولية لإنهاء هذه الأزمة، ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس الأكاديمي والمحلل السياسي السوداني الدكتور محمد تورشين. دكتور محمد، مرحبا بكم. تحولات سريعة على مستوى السيطرة على الأرض بعد أن كان البرهان أكد سيطرته على الأوضاع وطرد قوات الدعم، عادت اليوم وسيطرت قوات الدعم على القصر الرئاسي ومكان إقامة البرهان. إلى ما ترجع هذا التحول دكتور محمد؟ في البدء التحية لك ولكل السادة المشاهدين الكرام. وطبعا المعطيات على أرض الواقع لا يمكن تصديق بيانات القوات المسلحة بشكل مطلق ولا تصديق بيانات ميليشيا الدعم السريع بشكل مطلق، باعتبار أن حرب المدن والشوارع هي دائما ما تكون فيها المعطيات متغيرة وغير ثابتة، نتيجة لأن الحرب تقوم دائما على الكر والفر، وبالإضافة إلى ذلك الطرف الذي يمتلك المرونة والقدرة على الحركة والسرعة في الحركة هو الذي يحقق مكاسب سريعة وخاطفة، والطرف الآخر ربما يريد يستطيع أنه يرجع تلك المواقع المهمة، باعتبار أنها هي مواقع موجودة في قلب الخرطوم في قلب العاصمة، عبارة عن مناطق مهمة جدا بدءا من مطار الخرطوم، القيادة العامة، قصر الجمهوري، بيت الضيافة، كل هذه المناطق موجودة في مساحات لا تتجاوز 5 كيلومتر يعني، فهي المعارك محصورة في هذا النطاق، فبالتالي هنالك كر وفر، مجموعات تسيطر، القوات المسلحة تتصدى لها وتردها، تذهب تهاجم القوات المسلحة مجددا وهكذا. فأنا في تقديري من الصعب جدا التكهن بمآلات ونهايات هذه المعركة العبثية، بالرغم من أن كل المعطيات وميزان القوى يشير على أن القوات المسلحة هي تمتلك التفوق، باعتبار أنها قوات لديها عمرها يتجاوز القرن من الزمان، لديها خبرة قتالية في العديد من المعارك، فضلا عن ذلك التدريب، الموارد البشرية، التأهيل، التسليح والتسلح، كل هذه المسائل في ميزان القوات المسلحة، لكن ونتيجة لأن الحرب تدار داخل العاصمة، ونتيجة للكثافة السكانية والظروف الإنسانية البالغة في التعقيد، باعتبار أن أنا أمر محير، توجد عدد من المستشفيات، يعني أكثر من 10 مستشفيات في ذات النطاق في ذات المحيط، فبالتالي المسألة بتكون معقدة تماما فضلا عن الكثافة السكانية، فإذا حاولت القوات المسلحة أن تستخدم كل ما لديها من قوة وإمكانيات، ذلك سيكون ذات آثار سلبية على حياة المواطن، فبالتالي المسألة معقدة جدا، وكنا نتوقع أن الحرب لن تستمر طويلا، لن تستمر طويلا، لكن الظاهر أن هذه الحرب الآن مضت يومها الثالث، والظاهر أنها ستستمر طويلا نتيجة لتغير كثير من المعطيات على أرض الواقع. طيب دكتور محمد، هل تعتقد أن قوات الجيش رغم عددها وعتادها يعني ربما ليست بكفاءة قوات الدعم السريع، أم أن طبيعة ميدان القتال أقصد به المدن له طبيعة ربما لا تناسب تحركات الجيش وهو ما يعطي مساحة أفضلية لقوات الدعم السريع، هل تعتقد ذلك دكتور؟ هو بلا شك القوات المسلحة هي لديها الأسبقية ولديها القدرات المطلقة، فقط سلاح الطيران يمكن أن يحسم هذه المعركة، لكن كما تفضلت أنه لا يمكن ذلك أن يتم في مدينة عدد سكانها يتجاوز 5 ملايين أو 5 مليون نسمة، فبالتالي هذه معطيات مهمة جدا ومعطيات دقيقة، فمن الصعب جدا أنه يعني تستخدم القوة المطلقة. الأمر الذي استثمرت فيه قوات دعم السريع بشكل مطلق من خلال تحركها بالسيارات الدفع الرباعي، هذه سيارات قادرة على الحركة والمناورة بسرعة عكس الآليات الثقيلة من دبابات ومدرعات وما إلى ذلك، فبالتالي الأمر الذي يجعل المهمة معقدة جدا، فيمكن أن تحسم هذه المعركة بشكل عسكري عنيف، لكن ربما تكون الخسائر أوساط المواطنين وكذلك أوساط المدنيين بأعداد كبيرة وضخمة، فبالتالي أنا أتوقع إنه هذه الجزئية وهذه الثغرة تعمل فيها قوات الدعم السريع بشكل كبير جدا لمحاولة عكس وصول الرأي العام وكذلك للمواطنين بأنها هي من تحقق انتصارات فعليا على أرض الواقع. دكتور محمد، للمرة الثانية تتحدث قوات الدعم السريع عن قصف طيران أجنبي يطال مقراتها وقواتها، المراقبون يتحدثون عن أن الطائرات المصرية هي من تنفذ هذه الضربات، هل من تأكيد لديكم لانخراط الطائرات المصرية في هذه الضربات؟ أنا أؤكد لك من خلال مصادر المعلومات المتوفرة لدينا في الخرطوم بشكل مستمر وفي ولاية السودان، أن الطائرات التي تقوم بالاستطلاع وتنفيذ المهمة طائرات سودانية 100
بالمئة، يعني هي طائرات الأباتشي وطائرات السوخوي وطائرات الميج، فهذه طائرات سودانية معلومة لدينا يعني. فمنذ الحرب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان هذه الطائرات ظلت تهاجم المتمردين والحركات المسلحة، فبالتالي أنا في تقديري الدعم السريع يلعب على هذه الوتيرة لتحقيق مكاسب. الدعم السريع ومن خلال الكثير من المعطيات استخدم خطاب المظلومية والتهميش بأدوارها، هاتين الخطابين هم وجدوا ترويج ومساحات واسعة جدا في السودان من خلال العديد من المناسبات السياسية، باعتبار أن هنالك مجموعات إثنية وعرقية واتجاهات جغرافية بتعتقد نفسها أنها مهمشة، فبالتالي الدعم السريع استثمر في هذا الخطاب وظل يروج لهذا الخطاب، وكذلك يعلم تماما أن العلاقات أو البعد الشعبي للعلاقات المصرية السودانية به العديد من الإشكاليات وفيه رفض كبير لما كل ما هو مصري، فبالتالي نعم. يحاول أن يعكس بأن هؤلاء الطيارون أو الطائرات التي تقذف من مراكزهم في طائرات مصرية حتى يحصد أكبر قدر ممكن من التعاطف من قبل نعم المواطنين السودانيين، فبالتالي هذه مسألة معلومة تماما. أنا من خلال المعلومات هي نعم طائرات سودانية، وحتى طريقة وعملها توافق تماما نعم دكتور. العمليات السابقة. من باريس الأكاديمي والمحلل السياسي السوداني الدكتور محمد تورشين، شكرا جزيلا لكم.